السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نعمل presentation عن حسان الثابت. بعض الناس يقول أنه صحابي، بعض الناس يقول لأ. سوف نحكي قصة اليوم. لقد اشتهر في هذا العصر الحمص صلى الله عليه وسلم، وفي حال حدوث الحزن الشاعر حسان الثابت يأتي بشعره. فبنسأل الأول من هو؟ فهو حسان بن ثابت قبل ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم بثمانية أعوام، وكان ينتمي إلى نسم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. كان والده واحد من سادة قريش الذي كان يملك المال والسادة بين قومه من مكانته المرموقة. أثر في هذا في ظهور حسان بن ثابت الذي كان سادة الشعراء في قومه نسبة أنه كان قريش. كان هو من شعراء الجاهلية، وكان هناك من ينافسه أيضا من قبائل أخرى، وكانت مكانته مرتفعة. كان لديه مكانة خاصة يحترمها الناس، كان لهم احترامهم الخاص اللي يستطيعون التعامل به. قصة دخوله في الإسلام، لم يكن موجودا في الدين الإسلامي أو حتى عاش عليه فترة شبابه، حيث أنه دخل الإسلام من عمر يصل إلى 60 عام. كان دائما ما يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ضد الكفار، ويدافع عن الدين الإسلامي الذي أحبه حبا شديدا، حيث كان في هذا العصر والوقت يشمل الحياة الإسلامية، حيث كان الشعر لحسان بن ثابت في هذا الوقت يمدح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين الإسلامي ويدافع عنه. فطبعا تغير طريقة شعره بعد وقت من الزمن لما صار في دين الإسلام، وأصبح مديح للرسول صلى الله عليه وسلم وللإسلام والمسلمين. زواج حسان ثابت. ننتقل في العلاقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وحسان ثابت عن هذا فقط، بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم على حسان ثابت جارية يطلق عليها اسم سيرين، فتزوج حسان ثابت من هذه الجارية وأنجب منها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان سببا في زواج حسان ثابت، وهذا يزيد العلاقة بينهما. والآن نختم الموضوع بأن حسان ثابت لم يكن شاعرا فقط على مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والدين الإسلامي، بل كتب العديد من الأشعار في ذم الكفار وذم العبادات من الأصنام والأوثان التي كانوا يقومون بعبادتها. واختلفت الآراء حول وفاة حسان بن ثابت، حيث قال البعض أنه توفي في العام الذي كانت فيه خلافة علي بن أبي طالب، بينما قال البعض أنه توفى في وقت خلافة معاوية عن عمري 120 عاما. هذا كان العرض البرزنتيشن الخاص فيني. شكرا جزيلا على وقتكم واستماعكم، وأتمنى لكم يوما سعيدا.